مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية، حلقة جديدة وبالتأكيد متابعة كلش مهمة بعد فاصل قصير تبدي. أتمنى تظلون ويانا. بالتأكيد باللعب 12 مستمرين وحريصين على أن نقف مع الشارع الرياضي العراقي ومع المخلصين لكرة القدم العراقية، مع الباحثين عن مصلحة عامة لكرة القدم العراقية، مع الباحثين عن خدمة للعراق ولكرة القدم العراقية وللرياضة العراقية من خلال أنه تكون كرة القدم العراقية مستندة للوائح وأنظمة وقوانين طويلة الأمد ثابتة ما تتغير بتغير المصالح الشخصية الضيقة لمن يقود كرة القدم العراقية. اليوم كل الشارع الرياضي العراقي، كل المعنيين يبحثون عن تغيير حقيقي لكرة القدم العراقية. هذا التغيير مو على مستوى الأشخاص فقط، لكن على مستوى العمل، على مستوى الإدارة، على مستوى التنظيم، على مستوى إقرار قوانين وأنظمة ولوائح تمشي على الكل، مو تطبخ وتفصل على مقاسات البعض اللي أثبت فشله من اتحادات حالية وسابقة بكرة القدم العراقية. بحلقة أمس كان الحديث حول هذا الموضوع، وكان عندنا معلومات أنه اتحاد كرة القدم يحاول كالعادة أنه يصحح من أخطاء الجسيمة اللي ارتكبها بالفترة الماضية والأخطاء اللي ارتكبها بالفترة الحالية من خلال آليات انتخابات ولوائح كلنا نعرف خلاها هو على مرامة وعلى مزاجه حتى يبقى الرئيس رئيس ويبقى النائب نائب ويبقى العضو عضو وكل من يحافظ على منصبه وعلى كرسيه. واحنا نرجع ونقول دائما احنا مو ضد اشخاص، احنا لا ضد سيد عبد الخالق مسعود ولا سيد علي جبار ولا غيره، احنا ضد هذه الطريقه بتوارث الرئاسه، رئاسه اتحاد كره القدم، وضد هذه الطريقه انه تظل كره القدم العراقيه اسيره لوائح غامضه، اسيره انظمه غامضه ما حد يعرفها غير رئيس الاتحاد واعضائه، وبالتالي لما يطلع هذا البند يحتاجوه يطلعوه يخلوه يصير نافذ للعمل، ولما يتعارض مع مصلحتهم يوقفوه عن العمل. يوم امس كان عندنا خبر عن انه سيد محمد الدكتور محمد قحطان رئيس لجنه الانتخابات اللي اعلن استقالته، جت له معلومه من مصادر داخل اتحاد كره القدم ومن بعض اعضاء اتحاد كره القدم انه الدكتور محمد قحطان لم يستقيل وانما عاد لمزاوله مهامه. راح يكون ويانا الدكتور محمد قحطان باتصال هاتفي بعد ما نتابع هذا التقرير. بعد الاقاويل التي تحدثت عن عوده محتمله للدكتور محمد قحطان إلى منصبه كرئيس للجنة الانتخابات، اتصل الرجل وبشجاعته المعروفة طالبا الظهور في برنامج اللاعب 12 للرد على كل الكلام الذي قيل، ونافيا في ذات الوقت عودته من قريب أو حتى بعيد إلى أي منصب في اتحاد كرة القدم. قحطان هذا الرجل الأكاديمي والقانوني كان له الفضل في تكوين لجنة الانتخابات وحتى الاستئناف من خلال علاقاته القوية بنخب أهل القانون والذين أتى معظمهم إلى اللجان عن طريقه. ومثلما استقال الرجل بعد الضغوطات التي تعرض لها هو ونائبه الأستاذ محمد حيدر بسبب التدخل السافر من خارج الحدود عبر مستشار رئيس الاتحاد، عليه أن يدعو اليوم ما تبقى من الأصدقاء في اللجنتين إلى الاستقالة وترك العمل حفاظا على السمعة من التشويه كما فعل هو وزميله محمد حيدر وقاضي لجنة الاستئناف إجواد العقيلي، والتي أوضحت الأنباء أنه استقال وسيترك العمل في اللجنة بعد كل هذه الإملاءات، لذا هو مطالب بها لكي ينتصر لسمعة القضاء العراقي والذي عرف عنه أنه لا يملي عليه أي أحد. إذا البارحة بعد البرنامج الدكتور محمد قحطان اتصل بينا، وإحنا الآن بالتأكيد راح يعني نوصل له للسيد محمد قحطان، درن عليه مدى يجاوب، لكن إن شاء الله يكون ويانا. دكتور محمد يفي بوعوده.
أكد لنا جملة وتفصيلا أنه رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود اتصل به مرات كثيرة وطلب من عنده أنه يعدل عن قرار استقالته، لكن هو مستقيل ومن يومها ما رايح للاتحاد، ويرفض رفض تام العودة للعمل بأي لجنة من لجان الانتخابات من لجان الاتحاد كرة القدم بشكل عام، مو بس الانتخابات والاستئناف. وهذا بالتأكيد يمثل قناعة وصل إلها دكتور محمد بعد أمور كثيرة شافها بعيونه، أنه كان يحلم أنه يسوي انتخابات ضمن منافسة نزيهة شريفة على خط واحد، يكون كل المرشحين سواء على منصب الرئيس أو على منصب النائب أو الأعضاء. لكن لما دكتور محمد وبعض الأعضاء الآخرين، دكتور محمد حيدر والقاضي جواد العقيلي اللي يعني أيضا يوم أمس وصلتنا أخبار أنه هو استقال أو انسحب من لجنة الاستئناف، وبعض الأعضاء الآخرين اللي جديا يفكرون بالانسحاب والاستقالة، كل هذه الأمور بالتأكيد خلت دكتور محمد يبتعد ويرفض الاستمرار بعمل رئيسا للجنة الانتخابات، بدلالة واضحة على أنه هذا الإنسان يرفض كل هذا التخبط وهذه الفوضى وهذا التضييق لهدف كبير، هو أن تكون كرة القدم العراقية كرة مبنية على أسس ونظم ولوائح مهمة جدا. اتحاد كرة القدم ما زال يعاني، معلومات هواية تجينا أنه الاتحاد يتصل بكل الأعضاء والناس اللي اعترضوا على آلية ترشح عبد الخالق مسعود وعلى آلية ترشح علي جبار وغيرها من الأعضاء، يحاول يثنيهم عن الاستمرار بطعونهم وباعتراضاتهم. لكن الحمد لله كرة القدم العراقية بها رجال شجعان، بها رجال مصرين على مواقفهم، مصرين على أن تكون كرة القدم العراقية بعيدة عن المصلحية الضيقة، بعيدة عن المصالح الشخصية، بعيدة عن كل الأمور اللي من خلالها يتم تجيير المناصب والكراسي لمصالح شخصية. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. موقف حازم وحاسم يجب أن تتخذه لجنة الاستئناف انتصارا لنفسها وللقضاء العراقي والذي دائما ما يشار له بالبنان عبر النزاهة والإخلاص والاستقلالية في اتخاذ القرارات والمواقف المشرفة الأخرى عندما تكون هنالك ضغوطات. وما فعله قسم كبير من لجنة الانتخابات دليل واضح على الشجاعة في اتخاذ القرارات، شجاعة فضلت الحفاظ على السمعة بدلا من المغريات. ولقصة انتخابات اتحاد كرة القدم بقية ترويها المرشحة النسوية والتي وجدت نفسها خارج الحسابات بعدما لعبت أمانة سر الاتحاد دور اللجنة بقراءة ملف ترشحها وإبعادها دون تسليم ملفها إلى لجنة الانتخابات في تدخل سافر ينسف الانتخابات ويضرب استقلاليتها ضربة مميتة بعد طعنات أخرى وجهت لها من مستشار الاتحاد القانوني والذي تحدث بكل صراحة عن تدخله بالعمل عبر إبداء رأيه بملف المرشحين وهو ليس عضوا لا في لجنة الانتخابات ولا حتى الاستئناف، فيما هنالك جرح لم يندمل تحدث عنه أحد الحكام الدوليين وهو يحكي بالأدلة والوثائق والطعون عن خروقات رابطة الحكام والتي منحت صوتها للسيد طارق أحمد دون وجود معظم الحكام الذين يمثلون الهيئة العامة، ولا حتى استخدام نظام الاقتراع الذي يمنح الشرعية للفائز. عملية انتخابية ميتة يجب الإسراع بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة ومن تسبب بذلك. إذن كلنا اليوم نعرف اتحاد كرة القدم يعاني حالة من التشويش، حالة من الضبابية، ما يعرف شو يسوي بسبب كثرة الضغوط عليه من جميع الجوانب اللي تصر على أنه يكون هناك تغيير حقيقي، على أنه يكون هناك وجود لناس تستحق تقود كرة القدم العراقية. يا أخوان، اتحاد كرة القدم
إعلام جزء كبير من هذا الإعلام الوطني الشريف يسعى إلى أنه من يقود كرة القدم العراقية ناس مخلصين. ليش ما نوصل إلى قناعة أنتوا أخذتوا فرصتكم وبدل الفرصة أخذتوا 2 أو 3 بدورات انتخابية متعاقبة وما نجحتوا، فشلتوا بعملكم ورجعتوا الكرة العراقية سنوات عديدة للخلف للوراء. خلص لا أقبل أنه أدخل بمنافسة انتخابية شريفة نزيهة، أجيب عدنان درجال وأجيب يونس محمود وأجيب نشأة أكرم وأجيب كل الناس اللي تريد تعمل وأدخل لهم بمنافسة، وإذا أنت واثق من نفسك وواثق من نجاحك ليش أخاف من عدنان درجال وليش أخاف من نشأة أكرم وليش أخاف من يونس محمود؟ أجيبه وأخليه وأخاف من نعيم صدام، أجيبه وأخليه وأنافسه وأفوز عليه، وساعتها ما حد يقدر يقول لك أنت ايش تسوي. لكن العمل بهذه الطريقة بتحجيم لتطلعات الشعب العراقي والشارع الرياضي العراقي أن يكون عنده اتحاد قادر على تحقيق التطور والنجاح. خلينا نذهب برأي مهم دائما يسعدنا أن نسمعه باللاعب 12 وبالشرقية الأستاذ جعفر العلوتش الصحفي الرياضي العراقي. سيد جعفر بداية مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية. برأيك بشكل عام نحكي أول مرة وبعدين ندخل ببعض الأمور المهمة. سيد جعفر اليوم رغبة حاضرة بقوة عند الشارع الرياضي العراقي اللي يعبر عنه الإعلام ويعبر عنه مواقع التواصل الاجتماعي أنه فعلا التغيير واجب، حضور النجوم واجب. هل هذه الرغبة العارمة الواضحة عند الشارع الرياضي العراقي قادرة على التفوق على قبضة اتحاد كرة القدم على اللوائح والقوانين اللي جايرها لصالحة واللي راح تبقيه بالاتحاد كرئاسة ونيابة وعضوية؟ مساء الخير استاذ نور عليك وعلى برنامج مشاهدي برنامج اللاعب 12. تعرف استاذ ديان انه حاليا الشارع الرياضي في حاله فوران كبيره، وخاصه بعد التصريحات الاخيره اللي اطلقها رئيس وبعض اعضاء اتحاد الكره بخصوص عمليه رفع الحظر ومطالبه الفيفا بامور تضر الكرة العراقية. طيب. اتحاد الكرة للأسف يعني أصبح يتخبط بتصريحاته وأصبح يلعب بأوراق خطرة جدا تؤدي إلى نهاية غير سعيدة بالنسبة لعمله. طيب. المعروف عن الانتخابات أنها عملية مفتوحة للجميع. كل من يعرف أنه له القابلية ويمتلك التاريخ الرياضي وقدم وأدى للرياضة العراقية وللكرة العراقية له الحق في الترشح والدخول العملية الانتخابية. المصيبة الكبرى أنه اتحاد الكرة الحالي لا يؤمن بهذه العملية الديمقراطية. طيب. لا زال يعمل بنفس ديكتاتوري بغيض، نفس لا يحمل الهم الكرة العراقية، لا يحمل ال- 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 التاريخ ال- ال- الناصع للكرة العراقية. بالعكس يضع المعوقات، يضع المطبات، يضع العراقيل أمام النجوم، أمام من يريد أن يعمل ويطور وينتج للكرة العراقية. جربتوا حظكم خلال هذه المدة وهناك الكثير أصابكم من علامات الفشل وأصبح ما أصبح من ماضي الأسود في تاريخ البصمات اللي زرعتوها في الكرة العراقية. طيب. الكل يعلم أن الرياضة العراقية أو الكرة العراقية تحتاج إلى دماء، تحتاج إلى كفاءات، تحتاج اليوم سيد جعفر اليوم هذه المعطيات اللي حضرتك قلتها الشارع الرياضي العراقي أكيد ما غافل عنها ويعرفها، وهناك هاي حالة الفوران وهاي حالة الرغبة، هل هي اليوم حاسمة؟ هل هي راح تجبر اتحاد كرة القدم على أقل تقدير أنه مثلاً يأجل الانتخابات أو يسمح للنجوم أنه يدخلون الانتخابات؟ لو راح يظل قوة الاستحكام عند اتحاد كرة القدم من خلال ضبطه للوائح والأنظمة والقوانين اللي راح تخليه هو وحده يلعب بالساحة؟ يعني هي يعني أنا أحكيها كشخص رأي شخص إلي اللي هو رأي شخص أنه على اتحاد الكرة أن يعيد حساباته في هذه المرحلة المهمة. زين. لأنه ما عمل به و
وقام بوضع هذه المطبات أمام الآخرين، أعتقد أنه لا خدمة في الأيام المقبلة. طيب. هناك مفاجآت كثيرة. زين. لكن أنه عليه أن يؤكد حسن نيته أمام الجماهير الرياضية. طيب. وأمام النجوم وأمام الشارع الرياضي، حتى يطفي صورة طيبة أنه يعمل من أجل الكرة العراقية ومن أجل المصلحة العامة، لا من أجل المصلحة الشخصية. هذه واحد. تفضل. شيء آخر. نعم. على الاتحاد الكروي، أما أن يؤجل انتخاباته أو على لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف أن تسجل موقف مشرف وتعلن استقالته، لأنه الأخبار التي تصلنا لا تسر، والأخبار التي تصلنا هناك تدخلات قوية جدا من قبل العاملين في اتحاد الكرة بعمل لجنة الاستئناف ولجنة الانتخابات. وأعتقد أنه الأخوان الشخصيات المهمة والمعروفة في هذه اللجان خلي تسجل لها فد بصمة مشرفة وتعلن وتسحب نفسها من هذه العملية التي تشوبها الكثير من المغالطات والكثير من الأمور الغير صحية. لذا أعتقد أنه اتحاد الكرة مقبل على أيام، ما أقدر أقول لك أنه أيام طيبة لا، ولكن أيام ستجد فيها مفاجآت كثيرة لا تسرهم، وهذه الأمور يجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل رئيس وأعضاء اتحاد الكرة. يعني إذا ما جمعنا حالة الفوران اللي حضرتك قلت عنها سيد جعفر بالشارع الرياضي العراقي، وبالإضافة إلى كلام حضرتك الآن أنه أكو كثير من الأمور راح تخلي اتحاد الكرة العراقي يعيش أيام مو طيبة أو أيام خلينا نقولها سوداء، لكن هل برأيك أنه مسألة الشكاوى والاعتراضات وقضايا النزاهة وتبديد المال العام وأمور كثيرة تصل إلى حد الأمور الجنائية اللي يمكن أن تطال أعضاء اتحاد كرة القدم قادرة فعلا على أن تنقل الصورة من حالة إجراء الانتخابات إلى حالة عدم آهلية رئيس وأعضاء الاتحاد للترشح؟ يعني للأسف عزيزي أستاذ بيان، نعم، للأسف أنه رئيس وأعضاء اتحاد الكرة يعرفون ما خلف الكواليس. تمام. يعرفون جيدا أنه هناك خروقات وهناك الكثير من الأعمال الغير صحيحة التي جرت في عملية الانتخابات الحالية للاستعدادات. تمام. هذه كل الأمور هم يعرفوها، لكن المصيبة أنه عدم اقتناعهم، وأنه هناك من يحاول أن يجعل الصورة وردية أمامهم، أدى ما أدى إلى التمسك يعني بأمور ما تخدم الكرة العراقية ولا تخدمهم ولا تخدم مصالحهم في الوسط الرياضي. يعني الأمور إذا أخذت مجراها الطبيعي وفق القضايا القانونية اللي عليهم في محاكم النزاهة، هناك أمور أخرى الأخيرة في القضية المالية مع وزارة الشباب والرياضة، الخروقات الإدارية اللي صارت بعملية استعدادات الانتخابات، انتخابات اتحاد لجنة الحكام، انتخابات المدربين، انتخابات اللاعبين، انتخابات الاتحادات الفرعية، انتخاب الكوتة النسوية، كل هذه الأمور هي في غير صالحهم، وأعتقد أنها نقاط مهمة لا تصب في مصلحتهم، بالعكس ستكون وبال عليهم وعلى مسيرتهم في الكرة العراقية. نصيحتي الأخوية لاتحاد الكرة أن يعيد حساباته للمرة. شلون يعيد حساباته سيد جعفر؟ يأجل الانتخابات لو يتراجع عن يعني آلية الترشح، وأيهما أسهل، يأجل الانتخابات لو يغير من شروط الترشح وبالتالي يفسح المجال لكل النجوم؟ احنا السيد علي جبار نائب رئيس الاتحاد قبل فترة يعني ما لقينا الحلقة اللي من زمان طلع ويانا، قال أنا أوعدكم أنه راح أعمل جهدي على أنه كل نجوم كرة القدم العراقية اللي يريدون يدخلون الانتخابات أنا راح أدخلهم حتى لو كان ذلك بخرق للقوانين وللوائح، وكالعادة ما وفوا بأي وعد من الوعود اللي أطلقوها. واليوم نشوف دخول يونس محمود فقط ابعاد باقي النجوم، وحتى دخول يونس محمود بقنبله موقوته ممكن تنفجر باي لحظه ويطلعون يونس من الانتخابات. يعني الانتخابات يعني او اتحاد الكره على الهيئه العامه المكتب التنفيذي لاتحاد الكره، نعم، ان يدعو الى اجتماع عاجل للهيئه العامه، نعم، ويضع الامور كما هي
يقعد في طاولة على طاولة الاجتماع. نعم. ويقرر أما تأجيل الانتخابات لفترة محدودة لمدة 6 أشهر أو يعيد النقاط الواردة في اللوائح الانتخابية ويصححها ويعمل على إعادة صياغة هذه اللوائح بصورة تسمح للجميع بدخول الانتخابات. ممكن يسووها؟ ممكن يسووها سيد جعفر تتوقع؟ والله هو القرار للهيئة العامة، إذا الهيئة العامة نفضت عن نفسها هذا الغبار المتراكم عليها طيلة 4 سنوات وصحت على نفسها وهيئت الأمور بصورة صحيحة، طبعا هي صاحبة القرار الأول والأخير. الهيئة العامة هسه إذا دعت إلى اجتماع عاجل من حقها أن تجلس وتقرر، لكن إذا بقيت الهيئة العامة تلتزم الصمت أعتقد أنها ستسجل بصمة سوداء في سجلها وتاريخها. ولو إحنا دكتور محمد قحطان ما يرد علينا، لأن كان المفروض هو يكون ويانا، وما أعرف دكتور محمد يسمعني ما أعرف شنو السبب، خلينا بهذا الموضوع. لكن تشوف أنه مثل ما على الهيئة العامة أن يكون لها موقف مشرف تجاه الشارع الرياضي العراقي الراغب بالتغيير الراغب بالنجوم يأخذون مكانهم الحقيقي بكرة القدم العراقية، وما بين لجنتي الانتخابات والاستئناف اللي يعني عندنا دكتور محمد قحطان مستقيل، السيد محمد حيدر الخبير القضائي مستقيل، أيضا القاضي سيد جواد العقيلي مستقيل وقنعوه يروح بالاحتياط، وعلى كلام دكتور محمد البارحة يقول يعني معقولة قاضي كبير بخبرة واسم جواد العقيلي يخلوه عضو احتياط وآخرين ما لهم أي عمل وما لهم أي خبرة أعضاء أساسيين بلجان؟ فاليوم احنا أيضا لجنة الاستئناف ولجنة الانتخابات عليها دور مهم أن تشعر بما يمر بشارع الرياض العراقي الكروي من أهمية التغيير، تغيير مو الأشخاص، تغيير طريقة إدارة كرة القدم العراقية من خلال قوانين ولوائح ثابتة. يعني أستاذ بيان، المصيبة أنه أعضاء اتحاد الكرة كلهم أصدقاء. أكيد. إحنا نتحدث على أمور العمل وليس على الأمور أكيد. الشخصية، وهم أصدقاء وأخوان أعزاء. المصيبة يا أخي ما يستمعون إلى النصيحة. طيب. ما يستمعون إلى أنه الوضع الحالي لا يخدمهم. الأمور التي وضعوها أمام الآخرين هي لا تصب في صالحهم ولا تصب في مصلحة الكرة العراقية. لجان الانتخابات التي وضعوها أعتقد أنه الدكتور محمد والأخ محمد حيدر يعني عرفوا أنه الموضوع أصبح يعني غير صحيح غير صحي في هذه العملية. أيضا الأخ القاضي جواد العقيلي أعتقد أنه سجل البارحة وأول أمس بصمة جميلة أنه عرف الموضوع لا يخدم تاريخه ولا يخدم العملية الانتخابية. اتحاد الكرة نعم. يعني الرجاء أنه يعيد حساباته للمرة يعني الثالثة والرابعة، نقول أنه عليه أن يعيد حساباته ويصحح من العملية الانتخابية قبل فوات الأوان. هذه الأمور لا تخدم المزامطة ولا تخدم التصريحات النارية ولا تخدم من يعني يعطيهم الصورة الوردية ويجعل الأمور أمامهم أنها مشرقة ومسيرة بصورة صحيحة. أكو تحركات حقيقية سيد جعفر، عن تحدثت قبل شوية حضرتك عن شكاوى متعلقة بقضايا كثيرة، أهلية الرئيس والأعضاء للترشح، مسألة النزاهة، مسألة تبديد أموال عامة، قضية وزارة الشباب والرياضة البارحة حكينا بها. يعني ما أريد تنطيني معلومات، لكن أسألك هل تملك يعني من المعلومات ما يخليك تقول أنه فعلا أكو تحركات على مستويات قضائية مؤثرة تخلي اتحاد كرة القدم لا يملك أهلية الترشح للانتخابات؟ يعني أستاذ بيان، الشارع الرياضي ما يخفى عليه أكيد. القضايا المالية، ويعني احنا بعد ما عندنا في الشيء مخفي، كل الأمور أصبحت مكشوفة، الأوراق أصبحت مكشوفة أمام الشارع الرياضي. يعني تعرف هناك قضية خليجي 21 البحرين، قضية خليجي 22 السعودية والمليار ونص اللي صرفت على 3 مباريات، قضية أكثر من 500 مليون اللي قررها مجلس الوزراء كهدايا لمنتخب الشباب ومنتخب الناشئين، قضية الأموال الأخيرة اللي عرضها وزير الشباب والرياضة اللي تجاوزت 1.4 مليار، هذه
أموال يعني أمور كثيرة أيضا. وهناك الكثير إحنا ما أريد أذكره لكن الأيام ستكشفه خلال الأيام القليلة المقبلة. هذه الأمور يعني مو خافية على الجميع، هناك ستكون نقاط وهناك سيكون حساب وسيكون هناك متابعة وستكون الكثير من الأسئلة، وعلى الاتحاد الكرة أن يستعد للأجوبة، لأن هذه الأموال هي مو أموال غنيمة والجميع يحاول افتراسها ويعبي، لا، هذه أموال الشعب العراقي. إحنا المهم إحنا هم أخوان أعزاء، نريد لهم كل الخير، نريد لهم كل التوفيق في خدمة الرياضة العراقية، لكن في نفس الوقت فما ينظر إلى نفسهم، عليهم أن ينظروا إلى الآخرين بعين الرضا وأن يتقبلوا الآخر ويفتحوا المجال للآخرين. الصندوق الاقتراح هو الفيصل. طيب اخوان، انه موضوع انه انت عندما تمنع النجوم وتمنع الاخرين من الدخول، هذه عمليه بغيضه، عمليه لا تصل في مصلحه الرياضه العراقيه، عمليه لا زلنا نتمسك بعمليه الكرسي الذي لا نسمح للاخرين بالوصول اليه بشتى الطرق. كثير من الاعمال اللي لا تخدم الكرة العراقية جرت ولا زالت تجري، لكن هنا الشارع الرياضي له الحق في التدخل، الإعلام الرياضي له الحق في التدخل، الحكومة العراقية عندما استنجدت برئيس الوزراء بما معنى الحكومة يعني لها الحق في التدخل في الحساب والمتابعة والعقاب، مثل ما طلبت من السيد رئيس الوزراء أن يتدخل، على السيد رئيس الوزراء أن يحاسب عن هذه الأموال، يقول لكم وين وديتوا هاي الأموال المليارات، أنتم مثل ما تردون من عندي أن أقف معكم بالحق، عليكم أن توضح الصورة للشارع الرياضي وتقولوا له هاي المليارات وين راحت، وين نزلت، على من صرفت. كل هذه الأمور يجب أن يعيدوا حساباتهم، وثم أنه السيد رئيس الاتحاد على كيفه شوية أن لا يستهين بالجماهير وأن لا يستهين بالشارع العراقي ولا يستهين بالشعب العراقي. الشعب فوق كل شيء والقانون فوق كل شيء، عليه أن يعرف أنه هو لا شاطع ولا ناطح في كرة القدم العراقية. ولا أن ولا له تاريخ في الرياضة العراقية ولا الكرة العراقية. عليه أن يعرف أنه الشعب العراقي عندما عمل على عملية رفع الحظر، الجماهير العراقية كانت لها الدور الأول المشرف في هذه العملية، طبعاً بالقوانين والتزمت بالتشجيع النظيف والتزمت بكل لياقات البروتوكولات الموجودة. عليه أن يعرف رئيس اتحاد الكرة حجمه، ويعرف أنه الكرة العراقية هي فوق الجميع، ويعرف أن الرياضة العراقية تسير، ولا يستهين بالشعب العراقي عندما يهدد أنه سوف يتريث بعملية رفع الحظر. هذا خط أحمر، عليه أن يعرف حجمه ومسؤوليته، العراق خط أحمر فوق كل شيء. هذا بالتأكيد واضح وصريح وما نعمل عليه. خلينا نشكرك الشكر الجزيل السيد جعفر العاوشي الصحفي الرياضي العراقي، و يعني رسالتي للدكتور محمد قحطان، احنا من بدايه الحلقه الى حد الان نرن على حضرتك، دائما احنا نفرض حسن النيه، وحضرتك انت اللي اتصلت وانت اللي قلت انا اريد اطلع وانت اللي قلت انا اريد انفي هذا الخبر، لكن اليوم انت ما اعرف اذا كان المانع خير، ان شاء الله يكون خير، فبالتاكيد انت يعني معذور، لكن اذا تعرضت لضغوط واملاءات جديده على انه ما تطلع باللاعب 12 وانه ما تطلع بالشرقيه حتى لا تنفي خبر استقالتك، فاليوم انت بعدم ردك على اتصالاتنا وعدم ظهورك نفيك لهذا الكلام، فبالتاكيد هذا تاكيد على انه مصدرنا باتحاد كره القدم لما قالوا انه انت حضرتك استقالتك كانت شكليه وما زلت تمارس مهامك، إلى حد هذه اللحظة إحنا والشارع الرياضي مقتنعين تماماً بهذا الكلام، لأن حضرتك ما طلعت نفيت وأخلفت الوعد معانا، وإحنا انطيناك الفرصة، وأنا قلت لك دكتور تسمعني، قلت لك أريد تطلع وتقول خبركم غلط، أنا مستقيل وأنا مداوم بالاتحاد، واليوم إحنا اعطيناك هذه الفرصة حتى تطلعنا غلطانين، وحضرتك ما رديت على اتصالاتنا. البارحة نسيت كلمة أقولها للسيد جواد الصايغ اللي طالب اللي هدد إنه ال 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 الاتحاد يذهب إلى الفيفا حتى يتريثون برفع الحظر. يا ريت تروحون للفيفا وترفعون الحظر، يا ريت، لأن سابقاً المتظاهرين لما تظاهروا ومعاهم نجوم كرة القدم خافوا أنه يكسرون باب الاتحاد ويدخلون للاتحاد حتى لا توصل للفيفا
وصير مشكلة. اليوم أنتم رايحين للفيفا، فبعض المتظاهرين والناس الغاضبة على اتحاد كرة القدم الشارع الرياضي العراقي ما راح يخاف من هذه القضية، لأن أنتم وصلتوها للفيفا. هذا كلام نسيت البارحة أقوله لي السيد جواد الصعب. السيد حسين الذكر الصحفي الرياضي العراقي أيضا إلى حديث لقاء حول هذا الموضوع، نسمعه ونرجع لكم. عندما نزلنا وسط الناس وسألناهم بطريقة عشوائية عن انتخابات اتحاد كرة القدم، فكانت الإجابات واضحة يعتريها الحزن الشديد بسبب إبعاد نجوم الكرة العراقية. فالبعض أكد أن هذا الاتحاد أسس لبقائه أطول فترة ممكنة ولا يمكن أن يفرط بذلك إطلاقا، والبعض الآخر بيّن أن هنالك حساسية كبيرة من النجوم بسبب الجماهيرية والعلاقات الخارجية وما يحمله كل نجم من أفكار تطور من واقع الكرة العراقية. فيما أوضح قسم من الجمهور أن معيار نجاح الاتحاد يقاس بصعود المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم، وهو أمر لم يحققه الاتحاد الحالي مع غياب واضح للتنظيم على صعيد المسابقات المحلية والتخطيط للمستقبل. غضب واستياء من الشارع الرياضي بعد عملية إقصاء نجوم الكرة العراقية من سباق الانتخابات، مما ولد إحباطا كبيرا لديهم بصعوبة التغيير مع وجود كل هذه المعرقلات والأنظمة التي فصلت عملية الترشح على مقاسات مجلس الإدارة الحالي. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. كان هذا تقرير يوضح الشارع الرياضي العراقي وغضبه وفورته على ما تمر به كرة القدم العراقية. جمهور الشارع الرياضي العراقي أيضا تحدث للشرقية وللاعب 12 عن رأيه بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة. نتابع. أكيد إبعاد النجوم حالة غير صحية عن الرياضة العراقية، بالعكس الرياضة العراقية والوضع البلد وخاصة بعد رفع الحظر عن العراق، احنا نحتاج النجوم اليوم تملكون خبرة وعلاقات يقدرون يخدمون الكرة العراقية ويقدرون يخدمون الواقع الجديد للكرة العراقية. احنا مقبلين قلت لك على رفع حظر ومقبلين على انه بطولات ومشاركات منتخبات، فضروري تواجد النجوم للخبرة اللي يمتلكوها وللتاريخ الطويل بالملاعب، وإضافة إلى العلاقات ويا الدول الإقليمية يعني ويا الاتحادات الآسيوية والدولية. تواجد النجوم ضروري لانتشار الرياضة العراقية. الله هو الناس القائمين على الاتحاد حاليا مفصلين قوانين الاتحاد وقوانين الهيئة العامة على مقاساتهم، بحيث حاصرين ترشيحات كلش، يعني قوانين كلها مستحدثة وجديدة وما مطلع عليها حتى الهيئة العامة للاتحاد، فنشوفها مفصلة، فده يحصرون الأمور بس لهم، يعني مجرد انه هو تمسك بالمناصب. واغلب يعني اغلب الشخصيات اللي موجوده بالاتحاد يعني هي شخصيات مو رياضيه، وهم ثانيا ما قدموا، يعني الاتحادات كره القدم كل العالم تقاس انه المنتخب الوطني للبلد يصعد الكاس العالم، هذا مدى النجاح للاتحاد اللي حققه، اضافه الى انتظام الدوري. احنا عانينا قبل موسمين وثلاثه كان دوري غير منتظم ودوري طويل جدا ويعني يطول 8 اشهر و10 اشهر يلا يخلص، فاكو تلكؤ بالاتحاد، فهو التشبث الأعضاء الاتحاد الحاليا الموجودين وتفصيل القوانين على مقاساتهم وتمسكهم بالاتحاد هو ده يبعد النجوم، لأن يعرفون النجوم عندهم شعبية والنجوم يعني يستطيعون أن يحصلون ثقة الجماهير ويحصلون حب الجماهير، فلهذا يعتبر منافسين النجوم الأعضاء الاتحاد، فلهذا يحاولون يبعدوهم بكل الطرق. في البداية أحب أرحب بقناة الشرقية اللي هي سباقة بنقل الأحداث أول بأول. طبعا بالمناسبه الى هذا الموضوع، موضوع مهم بالنسبه للكابتن عدنان درجال والكابتن يونس محمود والكابتن نشأت اكرم، يعتبرون اعمده من اعمده الرياضه الاساسيه في المنتخب العراقي وفي البلد في الوضع الحالي. اما استبعادهم عن الاتحاد العراقي انا اشوفه حاليا ظلم، لان امثال هؤلاء يعني ينظموا لك رياضه في البلد وبنى تحتيه وتخطيط جيد للمنتخبات، فتعرف انه الرجل المناسب لازم يكون في المكان المناسب. ومع الاسف نقول على الاتحاد العراقي ان يراجع حساباته
ويقدم هؤلاء النجوم للرياضة في الوقت الحالي. لا لا غير صحية وبيها هواية أخطاء، يعني صدرت بنجوم كرة لامعين يعني بشكل بسط الأجواء العراقية مع الكرة الرياضية. قيمة عدنان درجال ونشأة أكرم قدموا للكرة العراقية، المفروض إحنا نجازيهم خير وما نستبعدهم. والله بصراحة يعني حالة مو صحية، هاي تقريبا هاي يعني موجودة بس بالعراق، يعني هذا ظلم بحقهم، يعني ناس خدموا الكرة العراقية أفرحوا الشعب العراقي، فنشوفه مو بالإنصاف أنه يعني إبعادهم بهيج طريقة، يعني نقول مع الأسف يعني وصل لهالدرجة يعني لاعب المنتخب العراقي. والله هاي صراحة يعني ظاهرة مو حلوة، يعني هي جديدة طبت علينا بالعراق أنه تشكك بهذا اللاعب وشكك بذاك اللاعب بدون دليل، فهاي مو صحيح، يعني احنا ضد هذا الشيء. الآن تصريح السيد حسين الذكر، نتابعه ونرجع لكم. نعم يعني الحقيقة المشهد يكاد يكون مضحك مبكي فيما يتعلق بانتخابات الأخوة في اتحاد كرة القدم، وذلك أن العملية وكأنما هي انتخابات الصحافة العراقية والإعلام العراقي، يعني تركونا وحدنا ندافع عن الكرة العراقية بالوقت الذي أصحاب الشأن أصحاب الكرة المدربين اللاعبين الرواد الأندية المؤسسات الأخرى يكاد يكون موقفها غريب، وكأنهم لا يعاني خلال السنوات الطويلة يعانون ودائما يعبرون ويصرحون بالخفاء بأنهم ممتعضين من الأداء العام من النتائج من وضع الكرة، ولكن حينما تحدث الانتخابات اللي هي نقطة تحول ونراهم لا يتكلموا كثيرا عن هذا المحفل، البعض يأس البعض ربما يخشى عقوبات معينة، البعض الآخر آثر الدعاء والراحة، وبالتالي ترك الصحافة والإعلام تأخذ هذا الدور المشرف. أنا أشد على يد الأخوة في وسائل الإعلام على هذا الدور الوطني الغيور والشريف، إذ أخذوا التصدي بهذه المهمة وهم معروفين على هذا المستوى منذ سنوات طويلة، وبالتالي أعتقد هم سيأخذون الكرة العراقية شاءت أم أبت إلى الطريق الصحيح. يعني أنا أعتقد استقالة الأستاذ الدكتور محمد قحطان رئيس اللجنة أنظر لها من زاوية أخرى بأنه الرأس والعقل والمدبر لهذه اللجنة ولهذه الانتخابات بصورة أخرى، وبالتالي استقالته تعبر عن واقع غير مقبول بالنسبة له وللجنة وللآخرين، أي بمعنى أنه يكاد يكون قد نسف العملية الإشرافية والانتخابية، وبالتالي أعتقد العملية برمتها تتعلق بقطبين الأخوة في اتحاد كرة القدم والسيد عدنان درجال مع احترامي لبقية المعترضين، ولكن أؤكد وأعيد كلامي إذا ما مضى عدنان درجال وهناك إمكانية أن يمضي، هنالك إمكانية من خلال لجنة الاستئناف من خلال المفاوضات من خلال العرف من خلال روح القانون التسامح أن يمضي، سيما وأن الأخوة في الاتحاد وعبد الخالق الأستاذ الملا عبد الخالق مسعود يؤكد دائما بأنه مسيطر وفائز، وبالتالي عليه أن لا يخشى أحد أن تمضي بمن قدم، وبالتالي إذا ما مضى عدنان درجال أعتقد أن خارطة الانتخابات والتحالفات ستتغير جذريا. مجموعة أخرى من جماهيرنا الرياضية تحدثت عن واقع الحال، نتابع. طبعا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم ومن ضمنها طبعا العراق، هناك من المتابعين طبعا نعرف أن كرة القدم وحدت الشعب خاصة أيام الفوز وإن شاء الله تأتي الانتصارات. طبعا كل بلد من بلدان العالم لديه اتحاد يعني بشؤون الكرة، فما دام هذا الاتحاد قوي تكون واقع الكرة فيه متطورة وقوية. بالنسبة للاتحاد كرة القدم مقدمين على انتخابات، هذه الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، انتخابات غير نزيهة، لأنه ممكن نستفاد من النجوم السابقين مثل نشأة أكرم، عدنان درجال، نعيم صدام، استفادة من خبراتهم وتاريخهم الكروي الطويل، ممكن أن نوظفهم في يعني طبعا الاتحاد يكون هناك فيه هيئات وأقسام. إيش هاي الحساسية من النجوم؟ والله أعتقد الحساسية من النجوم في رأيي لأنه المقيمين حاليا على الاتحاد يمكن كانوا نجوم في الظل، يعني في فقط في الأندية ولم يكونوا مشهورين مع الأسف الشديد، فاللاعب المشهور سابقا وطبعا وحاليا ممكن يستفاد منه، يمكن يكون قدوة للاعبين الجدد، وهذا دليل على شعبية هؤلاء اللاعبين
لحد الان، فلا باس ان ننتخبهم وان نضعهم في المكان المناسب من اجل ان يكون اتحاد كرة قدم اتحاد قوي، وان يتعاقدوا مع المدربين الاجانب من اجل الاستفادة من خبراتهم، وان يكون هناك دوري عراقي، لان المواهب الكروية موجودة، فيجب ان تكون هناك لها ادارة جيدة من خلال اتحاد قوي. والله انا بدي اسال هم اعضاء الاتحاد اغلبيتهم من اللي يعرفهم؟ ما حد يعرفهم، يعني تجيب مثلا عدنان درجال على هواية من الأعضاء اللي موجودين هسه بالاتحاد، أو تجيب نشأت على واحد من الاتحاد، من هو؟ يعني تجيب نشأت أو يونس أو غيرهم هذول اللي مثلوا العراق، يعني هذول ما يستحقون يصيرون بالاتحاد، والأعضاء الاتحادي اللي هم صايرين حزمة بيناتهم، يعني أفرض من اللي ضحى بمستقبله وبحياته ولعب بإخلاص وبشرف، تجيب هذول على اللي هسه موجودين بالاتحاد؟ فهذا يعني اكبر يعني ظلم للرؤساء، وظلم للي لعبوا وضحوا، يعني ما يريدون ينطوها، لكنه اكو ناس اللي راح تفرض نفسها عليهم، وهم اللي يفرضون نفسها عليهم، لانه اللواعيب اللي مشهورين يعني لهم فصيت، لهم فد هدف معين، لانه دا يشوفون الرياضه احنا يوم على يوم دا تضعف. والله هذا شيء خاطئ، يعني لان هم كنجوم هم ابطال، يعني اشتراك كنا بالمدينه الرياضيه هاي لعبه العراق وسوريا، يعني النجم من ما يصير نهائيا ينبعد عن هاي الساحه، لان هو اساس، وهو له يعني مثل ما يقول قدم في هذه، يعني فما يصير يبتعد نهائيا، لا نهائيا متناقض. فالموجود يعني المفروض كابتن نشأت أكرم ما يصير يبتعد، يونس كذلك نهائيا، يعني أنتم كنجوم هم كانوا قبل نفس الحالة، يعني هم بعدوهم ما نبعدوا، فهسه لا، احنا ما نقبل كرياضيين ما نقبل هذا الشيء. أصدقائي شكرا للمتابعة، إن شاء الله باكر أكيد نلتقي ونكمل هذا الطريق اللي حقيقة ماشيين به مع مجموعة كبيرة من الناس بالشارع الرياضي العراقي، اللي يريدون كل الخير للرياضة العراقية وكرة القدم على وجه الخصوص. نشوفكم باكر إن شاء الله، إلى اللقاء.